ايه لقيتوها؟ اكون راحت فين بس داي. طيب مع السلامة. بعتلي؟ تعال اقعد. انا عايز اعرف اللي في دماغك. انا مفيش حاجة في دماغي يا مروان. تعبيط ولا بتستعبط ولا ايه؟ ولا لما قلت لك خليك جنب حسن عارف ده معناه ايه؟ ان انا واثق فيك وان انت واحد من العيلة. بعد تكون مفكر ان انا ممكن اطلب الطلب ده من حد تاني. اقول تعال اقعد جنبي الا اذا كنت واثق فيه. ايه ما فاهمش اي يا انت جوز اختي. انا عايزك تتعدل معايا وتسمع الكلام ولا دماغك مش جايبك معايا؟ انا مش خدام عند حد يا مروان. اسمع الكلام واقول امين. ايه الكلام العبيط اللي انت بتقوله ده؟ انا لما بقول لك اعمل كده او سوي كده تبقى خدام ولا عبد؟ لا تبقى واحد منين ومن العيله. ده انا بعتبرك زي حسن. عارف انت لو انا مش بعتبرك زي حسن كان زمان دلوقتي قتلتك من اول دقه نقص عملتها معايا. انا مش هاخد وادي معاك واشرح. انا هقول لك كلمتين تحطهم حلقه في ودنك وبعد كده تعرف في مصلحتك. يا اما انت من طريق واحنا من طريق ولا ايه؟ ولا ايه؟ ما تقول. ايوه انت فين؟ ايه؟ طب خلصي الجلسه اللي عندك وكلميني. لا انا بقول لك مستنياكي، عاوز اعرف عملتي ايه. ماشي يا حبيبتي باي. كلمي مين؟ بكلم شهد. هي بتعمل ايه في مصر؟ عايزه اطمن عليها. طب خلاص ما عايزاش اعرف. اقول لك على حاجه، هقول لهم يطلعوا لنا فطور. تعالي تعالي ناكلوا مع بعض. لا مش عاوزه. ليه؟ انا قصدي يعني عشان نفتحوا نفس بعض. انا لما بقعد اكل لوحدي باكلش زين. كلي معايا. اسالي عليا. طيب يا مرات عمي تعالي اقعدي معايا. ده انا حتى الوحيده اللي في العيله اللي قلتلك يا ام جبريه. انتي حبيبتي ومرات حبيبي الغالي على قلبي. ايه يا زينب مش عايزه تشوفيني ولا ايه؟ ده انا حتى اللي مضروبه على وشي والاصول ان انا ما اجيلكيش لحد عندك. خير يا رتال ما تستبحي. ده كلام النبي. بقولك مضروبه على وشي قلم جملي يا زينب وجايلك لحد عندك تقولي لي استبحي؟ خير يا بنات عيب عيب تخلوش الشيطان يدخل بينكم. على رايك والله يا مرات عمي الشيطان شاطر. واجارك الله بقى لما الشيطان يلعب في الدماغ. اساليني انا. عايزاك يا زينب. ايه؟ عاوزه ايه يا رتال؟ ايه يا زينب خبر ايه؟ اختك روحي شوفيها عايزه ايه وبعدين دي ضيفتك عيب. طب يلا قومي. اتفضلي. قولي يا ست رتال عاوزه ايه؟ عايزه اتكلم معاكي يا زينب بهدوء واحده واحده. طب قولي اللي احنا فيه وماله اللي احنا فيه؟ اصل انا بصراحه يا زينب كنت عايزه ابقى معاكي، يعني ابقى ماشيه معاكي على الخط اقول امين بدل ما اطلع خسرانه في الاخر. خسرانه ايه وزفت ايه؟ هو انت لسه بالافكار؟ اصل انا يا زينب بصراحه عجبتني الفكره بتاعتك قوي. قلت البنت زينب دي عقر خدت الناس كلها في عبها حتى مروان بقى متاكد 100% ان زينب بقت معاه. مش مهم بقى نطلع خسرانه اطلع وحشه اطلع زفت، المهم النتيجه في الاخر. النتيجه انك محتاجه مين اللي يلمك؟ الشو خلص خلاص يا زينب. تعملي ايه؟ انا هنا عشان نتفق يا حبيبتي مش اكتر. وماله؟ ماشي انا دلوقتي هقول لك ايه اللي في دماغي وهفسر لك اللي انت عاوزه تفهميه من غير لف ودوران. هما كلمتين يا رتال. انا بقى يا حبيبتي ست العيله دي ومرات الكبير. عارفه مروان يبقى كبير العيله دي كلها، وكلمتي هتمشي على نسوان العيله دي كلها الكبيره قبل الصغيره، وكلمه مروان برضو هتمشي على العيله دي كلها
باللي فيها الكبير قبل الصغير. فهمتي؟ فهمت يا زين. أنا برضو قلت كده من الأول ومحدش صدقني. إن ما كنتيش تتعدلي أنا هعدلك بطريقتي. صدقنا فعلا مهووجة يا زينب ومحتاجة اللي يعدلني. إيه الطريقة دي؟ الكلمتين اللي أنتي قلتيهم من شوية دول بيأكدوا لي إن أنتي اللي ورا موت ابني. لا فوق يا ريتال، أنتي عارفة متأكدة إنه زينب ما قتلتش عبد الله. بس أنا يا حبيبتي هريحك وهقولك إيه اللي في دماغك. أنا فاهماكي كويس، أنتي مش فارق معاكي موت ابنك. أنتي لو كان فارق معاكي موت عبد الله كان زمانك مش قاعدة قدامي دلوقتي. أنتي كل همك الفلوس، والعيلة دي مين اللي هيبقى فيها الكبير ومين اللي هيبقى فيها الصغير؟ وبعدين لو قلبك قوي كده على عبد الله الله يرحمه كان زمانك واقفة في ظهري حسن وعرفتي مين اللي قتل ابنه. بس أنتي دماغك رايحة للفلوس، أنتي فاهمة؟ هو أنتي بتلوميني على إيه يا زينب؟ على اللي أنا عملته؟ مين اللي كان السبب فيه؟ مين اللي كان ماشي ورانا؟ مين اللي جابنا لحد هنا وسابنا؟ وبعدين كان فين العقل ده كله؟ بصي بقى يا ريتال، هما كلمتين مفيش غيرهم، أنا أبقى ست العيلة دي كلها. عارفة يا زينب لما أموت وتدفنيني يا بنت أبويا؟ سيبي! أنا غلط، واللي تقول عليه بعد كده أنا هعمله من صغري. أنا مش عايزك تعمل اللي أنا بقول لك عليه، لا. أنا عايزك تعمل اللي تقدر عليه وتحافظ على العيلة دي وتحافظ على مرتك وولدك. إيه مالك؟ ساكت كده ليه؟ هتزعل من كلام؟ اللي فات مش هيرجع تاني يا فتحي. إحنا كلنا غلطانين. وأنا كمان غلطان. أيوة أنا غلطان. مش عيب إن الواحد يكون غلطان، بس العيب إن هو ما يصلحش غلطه. والكبر من الشيطان، وأنا مش هجبن إن الشيطان يركب دماغ مرة تانية. وأنا بوعدك يا مروان إن أنا مش هعمل أي حاجة تضايقك أو تزعلك تاني مني. بس في نفس الوقت يا مروان لازم تفهم إن أنا جوز أختك وإن أنا أنت لو راجل تثبت لي إن أنت جد كلمتك. وهتبقى أخويا مش جوز أختي. فين؟ رايح فين؟ متضايق شوية بس عايز أقعد مع نفسي. أيوه الواحد لما يبقى متضايق لازم يقعد مع نفسه. مع السلامة. السلام عليكم. يا ترى أنت فين يا عمتي؟ جيب العواجب سليمة يا رب. يا رب.